الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
يسود ومزاجه من تسنيم عينا يشرب من المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Oh.
إنهم يكيدون كيدا، ولقد
أكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت
أيتها النفس المطمئنة المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم فسواها ولا يخاف
ليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سندع الزبانية. كلا لا تطره واسجد ربتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريد. جزاء العالمين الرحمن.
Oh.
سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير مبابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم
سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت Oh.
اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين.
يا رب اجعله حجة لنا لا علينا. يا رب يا رب اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. يا رب يا فالق الحب والنوى اعطي لكل واحد منا ما نوى. يا رب تعلم حالنا وأحوالنا. يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين الدين عن المدين اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا وعافنا. اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا يا كاشف الضر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء صلى الله عليه وسلم. يا يا الله يا الله. اللهم اجمع شتات المسلمين. اللهم اجمعهم على الحق المبين. اللهم اجمعهم على الحق المبين. اللهم اصلح شبابنا. اللهم رد بنا وبهم الى دينك ردا جميلا. من الصالحين الطيبين المخلصين المخلصين. اللهم أبعد عنا الفتن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منا وما بطن. يا رب يا رب احفظنا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن حقد الحاقدين ومن سحر الساحرين ومن عين العاملين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين. اللهم انتقم من السحر المشعوذين. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك. ما في عروقهم. اللهم يا رب دمرهم تدميرا. اللهم يا رب عليك بالظالمين المعتدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظنا من الظلم والظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا الله يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال رحمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. يا رب اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك.
يا رب ادخل عليه
السرور والبهجة والحبور والنور يا رب. يا رب جازهم غير جزاهم يا رب. يا رب احفظنا من العقوق يا رب. يا رب ربنا لا تؤاخذنا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا خضعت لعظمتك.
ما أحلمك على من حصر، وما عطفك على من سألك، وما أخذك بمن أمنك، من الذي سألك فحرمته، من الذي هرب إليك فطردته، يا من جاء قاصدين، ويا حبيب المحبين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.